طلبة الصف الخامس، زي ما اتعودنا في الأونلاين بنحل جزء القراءة المتحررة اللي موجود عندنا في كتاب البوكليت بتاع المدرسة. قبل ما بنقرأ بفكركم دايما بالقراءة المتحررة، عليها درجات، بيبقى جزء سهل جدا في الامتحان. أهم حاجة إن أنت تقرأ القطعة اللي عندك قراءة جيدة وتفهمها. لقد سافر الإنسان إلى القمر ونزل فوق سطحه ومشى فوق أرضه وعرف الكثير من أخباره. ماذا تعرف عنه؟ فماذا تعرف عنه؟ هذا القمر كوكب مثل الأرض. يقول العلماء إنه كان قطعة منها، وهذه القطعة انفصلت عنها وأخذت تدور حولها، وهو يواجه الأرض بوجه واحد، فيرى الناس منه ناحية واحدة ولا يرون الناحية الأخرى. كم قمر؟ أقمار، مضاد عارفة، جهلة. بما اختر عرف الإنسان نقط من أخبار للقمر. الكثير القليل لم يعرف شيء. ها الكثير، الإنسان بقاله زمن وقت كتير بيدرس القمر. طيب هذا الكوكب، هل هذا الكوكب القمر كوكب مثل الأرض، الشمس، النجوم؟ هو زي الأرض، كوكب مثل الأرض. لو خدتوا بالك كده واحنا بنجاوب، الإجابات موجودة عندي جوه القطعة، أنا ما بجيبش الكلام من عندي. آدي الكلام أهو، عارف الكثير عنه، آدي كلمة عارف الكثير من أخبار، آدي هذا القمر كوكب مثل الأرض. ده عنوانا مناسبا للفكرة السابقة بكل سهولة، ممكن أقول القمر. تمام، حدد نوع الجملة. السؤال اللي بعده بيقول لي حدد نوع الجملة. أنواع الجملة عندي نوعين، جملة اسمية أو جملة فعلية. الجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم، والجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل. تمام، يتعاون العمال في صناعة المنتجات. تعال نشوف أول كلمة موجودة في الجملة دي هي إيه. يتعاون، طيب يتعاون دي جملة، جملة ده نوع الكلمة، فعل، يبقى يتعاون دي جملة فعلية، يبقى يتعاون دي جملة فعلية لأنها بدأت بفعل يتعاون، يبقى هنا هنكتب فعلية. فتحتيها نقول، خلينا نقرا الجملة أو الأول. العلم يرفع شأن الدول. العلم اسم، جملة اسم، يعني الكلمة الأولانية هي اللي بتحدد لي نوع الجملة. الكلمة الأولانية هي اللي بتحدد لي نوع الجملة. بعد كده بيقول لي القمر يظهر في السماء. القمر دي اسم، يبقى دي جملة اسمية. احنا بكل سهولة بنقدر نحل السؤال دوت. يشتد الحر في الصيف. يشتد دي جملة فعلية، لأن يشتد فعل. الحدائق مفيدة للناس، دي جملة اسمية لأنها تبدأ باسم. يذهب الناس إلى الإسكندرية صيفا، يذهب فعل، فدي جملة فعلية. ضع خبرا مناسبا. المصانع في مصر، الخبر هو ما يتمم معنى الجملة. الخبر ما يتمم معنى المبتدأ ومعنى الجملة. خلاص؟ هروح أشوف المصانع مالها؟ ممكن أقول كثيرة، ممكن أقول متعددة، ممكن أقول واسعة. تمام؟ هنكتب هنا كلمة واحدة وأقول متنوعة. ممكن أقول متعدد، ممكن أقول كثير. صوت الآلات في المصانع، صوت الآلات ماله؟ عاليا، مرتفعا. مرتفع أو مرتفع، الأصح إن هي تكون مرتفعة. الصانع في صناعته، الصانع ايه؟ يا ترى الصانع بيعمل ايه في الصناعة بتاعته؟ ماهر، لو قلنا الصانع ماهر في صناعته، صح؟ إنتاج مصانع
المزيج. جيد، احنا بنشتهر بالنسيج الجيد والمميز والرائع في مصر. تمام، في جزء تاني عايزين نحله مع بعض. صفحة ستة وأربعين في البوكليت. الإسكندرية مدينة عظيمة تقع على شاطئ البحر المتوسط، وهي مصيف جميل يذهب الناس إليه صيفا ليتمتعوا بمائه الرائق وهوائها العليل ويتمتعوا بزيارة بعض الأماكن الأثرية مثل قلعة قايتباي ومتحف الأحياء متحف الأحياء المائية والمتحف الروماني والمسرح الروماني وعمود السواري وكثير من المساجد والكنائس القديمة ومكتبة الإسكندرية وغير ذلك. وبذلك يتحقق للناس الصحة والقوة والنشاط. استخدم اسم الإسكندرية مدينة عظيمة، كل ده اسم شاطئ والبحر مصيف وجميل الناس لأسماء كتير. فعل حاجة نقدر نعملها، حاجة بتحدث يكون لها زمن. فعل تقع، يتمتعون. تمام، يذهب حرف حرف جر أو حرف عطف، عندي واو حرف عطف على حرف جر. تمام، جملة اسمية، جملة تبدأ باسم الإسكندرية مدينة عظيمة تقع على شاطئ البحر المتوسط. لازم يا شباب تكملوا الجملة، ما ينفعوش تكتبوا لي الإسكندرية مدينة عظيمة كده مش الجملة كاملة. الإسكندرية مدينة عظيمة تقع على شاطئ البحر المتوسط. جملة فعلية، يبقى هنجيب من أول كلمة الفعل أهي، يذهب إلي الناس إليها صيفا، يذهب الناس إليها صيفا. حرفين مختلفين من حروف الجر، احنا طلعنا هنا على. تمام، في حرف تاني من، في بزيارة الباء. تمام، اسم مفرد وصف الجمع، اسم مفرد شاطئ شواطئ بحر بحور مصايف. البغبغاوات تقلد صوت الإنسان، حول الجملة الفعلية، تقلد البغبغاوات صوت الإنسان. ضع حرف جر، يتدرب اللاعب في النادي، يقف الطائر على فروع الأشجار. هنا ما ينفعش أقول فوق، خلي بالكم كلنا هنا في الحتة دي بنغلط ونقول فوق. نستمع إلى الأخبار من المذياع، نستمع إلى الأخبار من المذياع. ابتعد عن أصدقاء السوء. كده نكون خلصنا القراءة المتحررة في الدروس اللي عدت علينا لحد الأسبوع ده.